عن تعاون المستمر، تبادل الآراء، تجمع عدد من الوزراء ذوي الاهتمام بالقضايا التي تهم البلدين، وينتج عنها دائما اتخاذ قرارات لمصلحة التعاون في الجوانب اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، ثقافية. وهي الحقيقة نواة من الأدوات اللازمة لدفع التعاون العربي، وهي نموذج نرجو أنه يتسع ليزيد التعاون ما بين الأشقاء العرب في كافة المجالات. بعد اجتماعات تمهيدية تمت بين المختصين، عقدت اليوم اللجنة الوزارية برئاسة دولة رئيس الوزراء من الجانب الأردني ومن الجانب المصري في حضور عدد من الوزراء المصريين أيضا، وتم مناقشة ما تم الاتفاق عليه من أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وانتهت بتوقيع 9 اتفاقات في مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين. ودور طبعا مشوار طويل بين البلدين وله تاريخ راسخ ومستقبل إن شاء الله قوي. أيضا بنتهز هذه المناسبة للتعبير عن شكر مصر رئيسا وحكومة وشعب على الموقف المساند للأحداث اللي حصلت في مصر منذ قيام ثورة يونيو، وكيف كان زيارة جلالة الملك الأردن أول زيارة تستقبلها مصر بعد الأحداث، وهي تأكيد لواقع احنا عارفينه، ونرجو أنه يستمر في هذا الاتجاه بكل سرور. والتعاون المصري الأردني ما هو إلا مقدمة لتعاون عربي شامل، وإذا لم يتسع فما هيكونش حقق الأهداف منه. احنا لا نهدف فقط للترابطات الثنائية بين كل دولتين عربيتين، إنما نأمل اليوم اللي المواطن العربي يشعر إنه في أي مكان من الأمة العربية هو صاحب أرض بيتمتع فيها بكافة الحقوق والالتزامات. أنا هكتفي بهذا القدر وأترك لدولة الرئيس، ثم إذا حبيتم تسألوا. يشرفني ويسعدني كل أن آتي إلى أرض الكنانة بطلب من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وأريد أن أبدأ القول أن هذه الزيارة تأتي في هذا التوقيت لتعلن رسالة أننا مع مصر، مصر العائدة إلى أمتها، مصر القوية، مصر التي تركت أحداث الماضي وراءها، التي اتجهت ضمن برنامجها إلى عودتها إلى الساحة الدولية، عودتها إلى التاريخ، عودتها إلى الفعل، عودتها إلى التأثير، عودتها إلى القرار، عودتها إلى المكانة التي تستحق مصر. مصر نحتاج عودتها. أمة مصر تنتظر عودتها لأنها محبة لمصر ولأنها تحتاج مصر. الأمة في أسوأ أحوالها، وغيبة مصر في هذا التوقيت ذات أثر خطير جدا. إن التباشير باستقرار الأوضاع في مصر تباشير حقيقية، إن عودة الهدوء والاستقرار والتنمية والتخطيط وقوة الحكم كلها عوامل تجعلنا نتأكد من أن بإذن الله سبحانه وتعالى المسيرة عادت إلى ما نأمله.
قلت في البداية إننا هنا ليس فقط لنتفق على البرامج والخطط والإجراءات والتبادلات التجارية والعلمية والثقافية والفنية، هنا لنؤدي رسالة. هذه الرسالة تقول إن الأمة ما عادت بإمكانها أن تعمل متفرقة. المخاطر أكبر بكثير من الفرقة، ولذلك أي مصر تعود، هذا هو المهم، أي مصر تعود، أي وجه لهذه الأمة يكون بالتنسيق، ويكون بالعمل معا، ويكون بالنيات الصافية، ويكون بالصدق، ويكون بالتلاحم الحقيقي النزيه أيضا. إن في هذه السنوات التي مرت دروسا لا تخطئها العين، دروس عميقة، بأننا لا نستطيع أن نعتمد إلا على ذواتنا، إلا على أنفسنا. إن شاء الله إننا في هذا السبيل سائرون. أما عن الثنائيات فقد وجدنا من إخواننا في الجانب المصري كل تفاهم وكل تعاون، وفي الجانب الأردن كل تفهم أيضا للمعاناة التي عاناها الاقتصاد المصري في هذه السنوات الثلاث. ولكن تقديراتنا أن الاقتصاد المصري بإذن الله سبحانه وتعالى عاد، وأن الاتجاه صحيح، وأن الاتجاه إلى صعد بإذن الله وإلى تقدم. هذا يجعلنا نأمل كثيرا في أننا مقبلون معا على علاقات اقتصادية ثقافية سياسية متميزة إن شاء الله. أشكركم وجاهزون للإجابة على الأسئلة. رئيس الوزراء، السؤال بسيط، نريد أن نعرف ما هي أهم القضايا التي، أنا اسمي عزة الشعبان من وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نريد أن نعرف ما هي أهم القضايا التي تم التركيز عليها خلال هذه الاجتماعات، وعما إذا كان تم التطرق إلى ثلاثة قضايا هامة، هي الغاز الذي يتم إمداد الأردن به، القضية الثانية قضية العمالة المصرية في الأردن وما تواجهه رغم أن العمالة وسط أشقاء، القضية الثالثة هي عن كيفية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. شكرا. أولا للتفصيل، في بيان صحفي طلع يبين كل ما تم مناقشته، إنما أنت أصرت إلى ثلاث أمور، هذه الأمور هامة. أبدأ بالأكثر حساسية بالنسبة للمواطن المصري، اللي هي قضية العمالة المصرية. أود أن أقول إنه ما قدمه الجانب الأردني في هذا الصدد يبين يعني نوع من الفهم الكامل للاحتياجات العاملين المصريين في الأردن، وتوفير الحماية والضمانات الكافية. وحتى اللي كان أوراقهم ما كانتش منتظمة بيفتح أمامهم فرصة جديدة ومتجددة لضبط أوضاعهم. فالجانب الأردني في هذا الصدد بيعمل بكل مساندة لتوفير كل الظروف المناسبة لكي يعمل العامل المصري في ظروف مالية اقتصادية نفسية مواتية. أيضا علمت أيضا من السفير المصري في الأردن إنه العاملين المصريين في الأردن كلهم بيتمتعوا بتأمين صحي مما يوفر لهم الضمانات. حقيقة الأمر الذي جاء به الوفد الأردني فيما يتعلق بالعمالة المصرية نموذج للتفاهم والعربي لأبنائه اللي بيعملوا في أكثر من منطقة عربية، بأنهم بيتمتعوا كما لو كانوا من المواطنين. بالعكس، أنا شايف أيضا أنه الأردن بتعمل على أخذهم
في حضنها بكل الضمانات، حتى اللي أوضاعه مش متوافقة بتعطي له فرص كافية لتوفيق أوضاعه. هذا فيما يتعلق بالجانب العمالة اللي هو حساس بالنسبة لعدد من المواطنين في مصر. أيضا ما أنساش أذكر إنه الأردن وهو يقوم بهذا بواجب الأخاء للأشقاء في مصر أيضا يعترف بأنه العنصر العمل العامل في الأردن عنصر مساهم في تنمية الأردن وعنصر منتج ويساعد على زيادة القدرات الاقتصادية في الأردن. فهذا يعني اعتراف وإعطاء كل ذي حق حقه، ودولة الأردن بتقدم للعمل المصري كل ما يحتاجه من ضمانات وتوفير للعمل. قضية زيادة المبادلات التجارية في زيادة مستمرة، إنما كما قيل وبحق إنه حجم التبادلات لا يعبر عن الإمكانيات المتاحة في البلدين. الإمكانيات المتاحة في البلدين تسمح بأنه يزيد هذا الحجم بدرجة أكبر بكثير، ونحن نعمل على إزالة عديد من المعوقات على تيسيرات في أمور كثيرة، وهذا جزء من العمل العربي الدؤوب على إزالة كل أسباب المعوقات. لكن أيضا أثير على أنه الأرقام الحقيقية للمبادلات هي أكبر مما ينشر، لأنه لا تنسى أنه هناك خدمات لا تذكر في الاتفاقات. فحقيقة الأمر حجم التعاون والتبادل الاقتصادي في السلع والخدمات أكبر مما يقيد في الإحصاءات، ولكن الآمال والأفق والإمكانيات تجعلنا نأمل في أنه هذا الأمر يزيد. فيما يتعلق بالغاز، طبعا مشكلة الغاز مشكلة حساسة بالنسبة لكل المنطقة. تعرفوا أيضا أن مصر أيضا في هذه الفترة عندها صعوبات فيما يتعلق بالوقود بكل أشكاله، وعانت في اختلالات في بعض الحالات، منها توقف عدم وجود موارد وقودية كافية للكهرباء، بنضطر أننا نقطع الكهرباء في بعض الأشياء. إنما الذي أؤكده أنه في رغبة صادقة من الطرفين على زيادة التعاون وتوثيقه، مع الفهم الكامل لما تمر به كل دولة من الدولتين من أوضاع خاصة تتطلب من الطرف الآخر التفهم الكامل، ودون الحاصل نتيجة المشاورات المستمرة ما بين الطرفين. شكرا دولة الرئيس. أريد أن أؤكد على المعاني التي تفضل بها دولة رئيس الوزراء. قد لا أضيف معلومة جديدة، ولكن أريد أن أؤكد على المعاني التي تفضل بها، وأختار النقاط التالية. النقطة الأولانية أن التعاون بيننا حقيقة له آفاق واسعة جدا. ما أؤمن به أن هناك إمكانية كبيرة للتجارة البرية ما بين بلدينا، ولكن المملكة الأردنية الهاشمية موقعها هي نقطة الربط ما بين مصر وآسيا بأكملها، والعراق على سبيل المثال وسوريا. أنا بتحدث عن تصدير الزراعي، الفاكهة والخضار اللي هذه بتروح بالشاحنات المبردة. هذه لو كان إلها منفذ ما بين القطرين، وطبعا واضح للحضور الكرام أين تكون الحيلولة، أين هي الحيلولة. فإذا تغلبنا على هذه الحيلولة إن شاء الله نستطيع أنه نخلي التجارة البينية، وخاصة طيب مصر بلد زراعي هائل، منتج زراعي كبير، يصدر ويستورد وعنده فوائد في التصدير،
وبحاجة إلى أسواق، هذه الأسواق تضمنها الطرق البرية، لا الطائرات ولا السفن، الطرق البرية الأقرب والأرخص والأسرع. فإذا استطعنا أن نعمل معادلات ضمن المتاح ولدينا حلول سوف أقترحها دولة رئيس الوزراء في هذه المناسبة وفي مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى وعلى مختلف المستويات هنا. أيضا الربط السككي هذا مهم جدا، لأن الجزيرة العربية الآن، دول الجزيرة العربية مقبلة على نهضة نقل سكك مهولة جدا، وهذه منفذها يكون باتجاه أوروبا عن طريق الأردن وباتجاه أفريقيا عن طريق الأردن، أيضا في منافذ أخرى ممكنة، ولكن الأرخص والآمن والأكثر واقعية هو عن طريق الأردن. فنستطيع أن نكون حلقة الوصل، ولدينا تفكير طموح في هذا الباب، وطموح غير مكلف، ليس شيئا معجزا، يعني هذا ممكن أن نحققه في ظروف إن شاء الله يكون فيها السلام والهدوء سائدين في منطقتنا. بالنسبة للغاز المصري، نحن ندرك طبعا الوضع في مصر كل الإدراك، ويدركون عندنا الوضع كل الإدراك، والعقود هي العقود، لكن مصر مقبلة على مشاريع غاز ونحن مقبلون على بدائل أخرى. إحنا مثلا بدأنا في بناء رصيف استيراد الغاز، بدأنا وسينتهي العمل في خلال هذا العام، في بحر هذا العام إن شاء الله، وسيكون متاحا لدينا فائض استيراد غاز لنا، وتستطيعون أيضا الفائض بإمكانيات هذا الميناء أن تستورد مصر الشقيقة بعض حاجتها من خلال هذا الميناء الأردني، لأنه سيكتمل في نهاية هذا العام. تستطيع ربما بحدود أكثر من 200-300 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد تستطيع استيراده وتناوله عن طريق هذا. ففي مشاريع مشتركة تتعدى العقود التي بيننا. بالنسبة للعمالة المصرية، هناك شيئان في عمالة مصرية وفي الوجود والحضور المصري في الأردن. العمالة المصرية هي التي نتحدث، تتراوح أقلها 500 ألف تقديرات وأكثرها 750 ألف. السبب في هذا أنه في ناس قدم لهم عشرات السنوات غير مسجلين، موجودين وثابتين ويعملون مقاول، ليسوا عمال رف ليبر كما هو، في مقاولين وفي قطاعات بأكملها الحقيقة بإدارة مصرية، قطاعات بكامل، هذه حقيقة موجودة، أسرهم معهم وعائلاتهم. إحنا نتحدث عن شيء قريب من المليون الوجود المصري، ولكن العمالة المصرية أقلها 500 ألف وأكثرها 750 ألف، هذه تقديراتنا. لكنها كما ذكر دولة الرئيس وذكر بحق، هي موضع عنايتنا وهي موضع محبة الشعب الأردني ومحبته وتقديره ودفء التعامل مع أشقاء المصريين، هذا شيء متوقع، وحريصون على استمرار التنسيق مع السفارة. وأنا أشيد حقيقة بما فعله سعادة السفير، سفير مصر العربية في عمان الحقيقة، لأنه عمل شيء غير مسبوق الصراحة، في أنه استطاع أن يؤمن كما تفضل دولة رئيس الوزراء كل العمالة المصرية تأمينا صحيا شاملا في المستشفيات الحكومية وفي بعض القطاع الخاص. حتى المستشفيات الحكومية فتحت أبوابها لتأمين الأشقاء المصريين تأمين شامل وبكلفة معقولة جدا، رخيصة إلى أبعد الحدود يعني. فالحمد لله هذا الشيء. ومعالي وزير النقل كما ذكر دولة الرئيس في الاجتماعات في الداخل الحقيقة متعاون كل التعاون مع نظيره المصري في تسهيل مهام إخواننا المصريين. الربط الكهربائي بيننا موجود واستراتيجي، مرت عندنا فترة إحنا احتجنا إلى الربط وكانت جاهزية كبيرة، ومرة ما كانش في جاهزية في الحقيقة. إن شاء الله هذا الحقيقة قبل 3 أسابيع انقطع عنا التيار
لسبب طارئ جدا فني يعني، وما جاءتنا الوصلة المصرية في اللحظة الحاضرة. إن شاء الله هذا سيتدارك، هذا شيء بيصير فنيا، إحنا واعيين على هذا، وإن شاء الله يعني عناية الرحمن إن شاء الله معنا في أنه نحرس هذه الخطوط ونتأكد من سلامتها ومن أدائها لمهامها. سيادة الرئيس، أنا سيادة الرئيس، هل هناك ما يمنع من إقامة مشروع قومي لتشغيل الشباب المصري من خلال تخصيص مليار دولار من دخل قناة السويس سنويا لتشغيل الشباب بإقامة يعني مناطق صناعية في المحافظات المصرية المختلفة؟ وشكرا. هذا موضوع هام، ولكني لا أعتقد أنه متعلق بالعلاقة ما بين الدولتين مصر والأردن. مع وجود دولة الرئيس خلينا نركز على العلاقات بين الدولتين. سيادة الرئيس، ماذا عن مجلس الأعمال المصري الأردني اللي توقف في الفترة الأخيرة عن الأنشطة المختلفة بما يدعم الاستثمار الخاص في البلدين ويزيد المشروعات ويوجه وجهة جديدة لدعم التنمية على كافة المستويات في مصر والأردن؟ مجلس الأعمال المصري الأردني ما بيعملش حاجة، مطلوب زيادة القوة بتاعته للعمل الميداني في البلدين وصولا للأهداف اللي بيبتغيها الشعبين الشقيقين. شكرا. أظن كان من الحاضرين في بعض، فأعتقد الإجابة هتكون من أصحاب الشأن نفسهم. تفضل. رئيس اتحاد الغرف التجارية بتحب السيد عيسى مراد، تفضل. شايفين أن رؤساء الوزارات في أشياء ما بيعرفوهاش. عفوا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص مجلس الأعمال الأردني المصري، هو موجود ومفعل، وهناك علاقة وطيدة ما بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الأردن، وهناك لقاءات دورية، وآخر لقاء كان في شهر أيلول الماضي في جمهورية مصر العربية، وأيضا بتصور غدا في لقاء برضو لرؤساء الغرف العربية في عمان. أيضا فيما يخص العلاقات الغرف، وخاصة أيضا رئيس اتحاد الغرف المصرية إن شاء الله سوف يكون في عمان، وسوف أيضا تبحث الأمور المتعلقة في هذه الجلسة. وشكرا. بس عايز أضيف أن إحنا عندنا دائما اتجاه إلى المبالغة، إنه ميت وما بيجتمعش أو استبين إنه حي يرزق ويتنفس بكفاءة عالية. شكرا. شكرا جزيلا.